الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، خلق الخلق بقدرته، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، يسبح الليل له إذا عصعص والصبح إذا تنفس، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، إن من أعظم النعم التي أنعم الله على عباده نعمة الأولاد، فهم إذا صلحوا عمل صالح يستمر للأبوين حتى بعد موتهما. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا ينال الأبوان مع صلاح الأولاد برهم وطاعتهم ونفعهم، وهم يعودون عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. معاشر المؤمنين، الأولاد مع ما فيهم من فضل وخير ومع كونهم نعمة، هم أمانة يجب تأديتها، وهذه الأمانة تتمثل
وقايتهم من النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقيهم من النار؟ يقول أهل العلم في تفسير هذه الآية: أي فقهوهم، فقهوهم في الدين، وأدبوهم، وادعوهم إلى طاعة الله. وجاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة سيسأل عما استرعاه الله يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إخوة الأعزاء، المولود يولد على الفطرة أصلا، يولد على الخير، يولد على التوحيد، يولد على مكارم الأخلاق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما على الوالدان إلا الحفاظ على الخير الذي فيه أصلا، وصيانته من كل الشرور. العمل هو الحفاظ والصيانة فقط، لكن المصيبة العظمى تكمن أيها الإخوة حين يكون الأبوان أو الوالدان سبب الغواية وطريق الانحراف ومفتاح الشر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الخير، على التوحيد، على الاستقامة، على الإيمان، على مكارم الأخلاق. إذن فأين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة الجزء الأخير من الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن أيها الإخوة، فدور الأبوين خطير، خطير جدا في تحديد مسار الأطفال أو الأولاد. ولهذا يقول ابن قيم عليه رحمة الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه، ففاته انتفاعه وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه. معاشر المؤمنين، لقد تفاقم الأمر وتعاظمت القضية حين تخلى كثير من الآباء عن مسؤولية التربية الصحيحة ورعاية الأسرة والقوامة الزوجية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأخطر من هذا وذاك أيها الإخوة، الأخطر من هذا وذاك
لقد كان الطفل المسلم في العهد القديم كان ينشأ في المجتمع وسط مجموعة تدين الله بالاستقامة، ولكن الآن هيهات، فالقدوة الحسنة قليلة 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 في البيت وقليلة في المدرسة والخلوة وقليلة في الشارع وقليلة في حديث الناس ومظاهرهم وملابسهم، والله المستعان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.